في شي حدا معه كتاب مقدس هيك؟ عليه منيح، عليه منيح، خلي كل العالم تشوفه، خلي الشيطان يشوفه، خلي الرب يشوفه. قول معي: هذا هو كتابي المقدس. قولها من جديد: هذا هو كتابي المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلام الإيمان الذي يزرع فيا فيعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير باسم المسيح. كل شعب الله يقول: يا رب. الآن أنا أصلي مع كل أحبائي في هذه القاعة يا رب، أنك أنت الآن تأتي بروح القدس تكلمنا يا رب، تفتح أذهاننا لكي نفهم الكتب وقوة الله، لكي أنت تزيد اليوم في وسطنا وكل واحد فينا ينقص. ملكوتك يتقدم، اسمك يعلن، وكلمتك يا رب اليوم تسمع باسم المسيح يسوع. غطي هذا المكان بدمك، ننتهر كل أرواح تشويش وعدم إيمان، ونضع دمك على هذه القاعة الآن، وملكتك تحوطنا من كل جهة باسم يسوع. آمين ثم آمين ثم آمين. هللويا. تفضلوا، مجدا للرب. اليوم ما زلت عم بحكي عن التلاميذ، تلاميذ الرب والتلاميذ الاثناش. والرائع بالموضوع يا أحبائي أنه بحديثنا عن التلاميذ نتحدث عن التبعية، ونتحدث عن التبعية نتحدث عن الخدمة، ونتحدث عن الخدمة نتحدث عن التغيير، ونتحدث عن التغيير نتحدث عن الرب الذي هو يغير، ونتحدث عن الرب الذي هو يغير نتحدث عن النعمة. وبالنعمة أنت ما أنت، بالنعمة أنا ما أنا. ومشان هيك اليوم أنا أريد أن أبدأ حديثي معكم بأن أعلن لك الآن بأن الرب يحبك بكل تأكيد. الرب اليوم بده ينقلك من مرحلة لمرحلة، بده يغيرك، بده يغيرك، بده يشكلك تشكيل كلي، حياتك تشكيل كلي. والرائع بالموضوع أيضا أنه لا نريد أن نحيا بالناموسية أو بالشريعة، لا نريد أن نحيا في العهد القديم، ولا نريد أن نحيا في الخلاعة وقلة الأدب والسفاهة. لا نريد أن نحيا في هذا المكان. أنا وأنت نحيا في النعمة، لأنه الأشخاص اللي تحيا في الناموسية أو تحيا في القانون هي بالحقيقة أشخاص عندها بر ذاتي، ولأنه عندها بر ذاتي تعتقد بأنها هي تستطيع أن ترضي الله ببر الذاتي فتسقط بالحقيقة. لكن الأشخاص أيضا عايشة بالخلاعة دائما عندها صغر نفس وعند أحباط وعند فشل. ما مشان هيك أنا وأنت لا نريد أن نحيا لا بهذه ولا بهذه، نريد أن نحيا بالنعمة. أمين. أنا ما أنا في نعمة يسوع. قول هذه الكلمات، قول: أنا ما أنا في نعمة يسوع. قولها بعد مرة لو سمحت، قولها للي حدك، قول: أنت ما أنت بنعمة يسوع. النعمة يا أحبائي شيء رائع. النعمة أنك تفهم هذا الموضوع، أنك تفهم هذا الموضوع تفهم أمور رائعة بالحقيقة. النعمة غنية. النعمة هي أن تتعلم بالحقيقة أنك أنت مش مستحق، أنك أنت مش مستحقة، أني أنا مش مستحق. معي؟ وهذه هي النعمة. النعمة هي أنك تحصل على أمر ما أنت ما بتستاهله، ولا بل بالحقيقة بتستاهل عكسه. معي؟ هذه هي النعمة. أنا وياك بالنعمة اليوم نلنا الخلاص، بالنعمة، بنعمة الرب، بفداء المسيح، بموت وقيامة حبيب قلبنا يسوع المسيح. أمين. وهذه هي النعمة. وكل ما كبرت بالإيمان كل ما عرفت أنه الشيء الوحيد اللي بيبقى بالحقيقة هي النعمة. اللي بعد ما كبر كثير بالإيمان ما راح يفهم شو عم بحكي، لكن بتلاقي أنه في كثير أمور كل ما عم تطلع وعم تطلع وعم تطلع وعم تطلع، صار لي أكثر من 21 سنة الآن مؤمن، عم تطلع وعم تطلع وعم تطلع وعم تطلع وعم تطلع وتختبر أكثر مع الرب، في إشياء كثير عم تسقط، في إشياء كثيرة عم تتغير، في إشياء كثيرة بنحاولك تتغير، ظروفك، حياتك، مشاعرك، أمور كثيرة تتغير، لكن الذي يبقى النعمة. أنا ما أنا بنعمة يسوع. هللويا. كتاب يقول يا أحبائي بأن الشريعة أعطيت بموسى. ما هيك؟ قال الشريعة أتت بموسى. قال: أما النعمة والحق فبالمسيح يسوع. أليس هذا رائع؟ قال: ونحن جميعا من فيضه نلنا
نعمة فوق نعمة. يا لروعة هذه الآية أحبة، لم ننال نعمة لكن نلنا النعمة، ونعمة 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 ونعمة. هللويا هللويا هللويا. تعرف شو معنات من فيضه؟ الشيء الذي يفيض بمعنى آخر هو ممتلئ إلى الآخر. بمعنى آخر بالمسيح يسوع لا يوجد إلا النعمة والحق. ليس هذا رائع؟ يفيض نعمة. استقرأ بعبرانيين الإصحاح الرابع، ما بعرف ليش عم بلش اجتماع اليوم بهذا الأسلوب، لكن في أشخاص تشعر بالدينونة، لأن هذه ليست من الله يا أحبائي. الله ليس هناك دينونة على الذين هم في المسيح يسوع. إذا أنت تصارع ضد الخطية، خليني أقول لك لين تبدأ بالانتصار بالنعمة. الشيء الوحيد اللي خليك تربح على إبليس اليوم بالنعمة، بأنك تدرك هذه النعمة، بأنه مهما حدث أنت في المسيح غصبا عنه للشيطان. أليس هذا رائع؟ هذه النعمة. الآن تبدأ في النعمة وتنتهي في النعمة، تسير في النعمة. استقرأ بعبرانيين الإصحاح الرابع، تقرأ هذه الكلمات: فلنتقدم إلى عرش نعمة. أليس هذا رائع؟ اسمه عرش. لاحظ، ما اسمه عرش الدينونة، ما اسمه عرش المرارة، ما اسمه عرش الحقد، اسمه عرش النعمة. ألاحظ، فننال نعمة. كل مرة تأتي إلى الرب نعمة تفيض. لا يا أحبائي اسمعني جيدا، إذا استطاع إبليس أنه يخليك ما تجي لعند الرب، استطاع أن يفصلك عن هذه النعمة. في ناس بيفتكر أنه لأنه أنا عندي مشكلة الآن أو عندي خطية أو مش قادر أعترف بهذه الخطية، اسمعني جيدا، بيفتكر بأنه بالحقيقة لما رح يجي لعند الرب رح يصير شيء غلط. اسمعني بقول لك، لما تجي لعند الرب رح يسكب عليك نعمة. وبعدين بتقول له يا رب يا رب يا رب عمول 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 عمول، بعدين بيقول لك لا لا لا، تكفيك نعمتي. شو بقى بدك أكثر من نعمة؟ تكفيك نعمتي بزيادة، نعمتي كافية. ما بعرف ليش عم بحكي هذه الكلمات اليوم، لكن أشعر بقلبي أشخاص كثير اليوم محتاج إنه تسمع الكلمات. تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي. هاللويا من أجل النعمة يا رب. الآن أنا أصلي بأنك تسكب من هذه النعمة الآن على أشخاص كثيرة، تدرك فرحك سلامك، تدرك من هي في المسيح يسوع، تدرك أنك تفيض نعمة وحق، ومن فيضه نلنا جميعا نعمة فوق نعمة. هللويا 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 هللويا. قال ما دام لنا هذا الكهن الأعلى فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. بروما الإصحاح الخامس، برضو مش عارف ليش عم بحكي شو عم بحكي، بس دائما الرب يعرف انا ليش عم بحكي شو عم بحكي. من فتره ليلى عم تخبرني امبارح اول امبارح انه كنت فتره فترات عم بشارك عن مزمور 2 قبلوا الابن، هي وجاي على الطريق كنت عم تقول له لجورج قبل الابن، صحيح؟ ورب غير الوعظه حتى تسائب، مش تسائب لكن نفس روح القدس شو هي كانت عم بتقول. واستقرا بروما الاصحاح الخامس، استقرا قال فبما اننا قد تبررنا على اساس الايمان، قد تبررنا، قد تبررنا، لاحظ مش سوف نتبرر، قد تبررنا. كيف؟ على أساس الإيمان. بما أننا هون نحن بلشنا بأننا تبررنا، مش بلشنا بأننا يوم من الأيام سوف نتبرر، بلشنا أننا قد تبررنا. فبما أننا قد تبررنا على أساس الإيمان صرنا، مش سوف نصير، لاحظ عم تقرأ معي في نفس الكتاب المقدس، صرنا في سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لاحظ، مش هالشي رح بصير، الآن أنت بسلام مع الله. هذا التشويش ونتيجة الخطية، لكن أنت الآن استأتي لعند الرب نعمة سوف تفيض، نعمة سوف تفيض. بولس الرسول قال الحق يقال،
إن المسيح جاء لكي يخلص الخطاة وأنا أولهم. هللويا. مجدان يا أحبائي، أشعر بحب الرب اليوم ينسكب على أشخاص كثيرة بالنعمة، بالنعمة. حب غير عادي اليوم يخترق كيانك ويخترق كيانك. إن كل من ميت في الإيمان النعمة تفيض أكثر وأكثر وأكثر. وكل ما اكتشفت مين أنت، كل ما اكتشفت قديش أنت محتاج للنعمة، لأنه كل ما كبرت كل ما عرفت أنت أكثر، لأنه كان الضوء عم بزيد. كل ما نميت كل ما زاد الضوء، وكل ما زاد الضوء كل ما بين الدفو معي. كم واحد هون اليوم؟ وكل ما بين الدفو كل ما بيجي النعمة وتفيض نعمتي تكفيك. أصرنا بسلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لاحظ، لاحظ هذه الكلمات أيضا. وبه أيضا تم لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة. أنا الآن بالنعمة. فيك تحس هيك؟ هاليلويا. مش هذا هيك هم ونزاح عن 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 هيك عن كتفه من هيك بإيده؟ مجدا. لاحظ قال، قال وبه أيضا تم لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نقيم فيها الآن. لاحظ، مش مستأجرين ولا دافعين خلوق، عايشين هناك نحن. التي نقيم فيها الآن ونحن نفتخر برجاءنا في التمتع بمجد الله. على أي أساس؟ النعمة. على أساس هذه النعمة اللي نحن نسكن فيها الآن. لاحظ، استقرأ بأفسس الإصحاح الثاني والآية 8 بتقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. باثنين، الإيمان والنعمة، الإيمان والنعمة، الإيمان والنعمة والرحمة، الإيمان والنعمة. دائما تلاقيهم هدول مع بعض، بيضلوا ثلاث أخوات أنا بسميهم، ماشيين مع بعض. إيمان، نعمة، رحمة، إيمان، نعمة، رحمة. لاحظ معي الآن، يبدأ كل رسالة الرسول بولس نعمة لكم من الله ومن ربنا يسوع. نعمة ربنا يسوع، نعمة رب، نعمة، نعمة، النعمة. اقرأ كل رسائل الرسول بولس، تأكد تبلش نعمة، النعمة، النعمة. أنت بالنعمة، بالنعمة. الله ينعم عليك اليوم. هللويا، 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 هللويا. مجدا، مجدا أجل هالنعمة، مجدا ليسوع. واليوم إذ الرب اختار هذول التلاميذ اللي أنا وياك اليوم عم نحكي عنهم، ومنسمي كنائسنا، ومنسمي كاتدرائيات على اسمهم، ومنسمي أولاد على اسمهم، بالنعمة قد اختار هذول 12. ولاحظ بأنه نقاهم كل واحد مختلف عن الثاني لكي يقول لألي ولألك بأني أحب كل الناس. الآن لاحظ يا أحبائي بأنه حول هذول 12 من أشخاص لا شيء، أشخاص عاديين بدعوة غير عادية. وأنا وأنت الآن الله يريد أن يحولنا من ناس عاديين جدا بدعوة غير عادية. إيليا كان بشر مثلنا لكنه صنع أمور غير عادية. تقرأ عن رجال الله أيضا في هذه الأوقات، هن بشر عاديين لكن يصنعون أمور غير عادية. ليه؟ لأنه يملكون دعوة غير عادية. ليه؟ لأنه يملكون إله غير عادي. ومشان هيك هذا الغطاء اللي أنا وياك نتمتع فيه هو غطاء هذه النعمة اللي بتخلينا أنه عيش بالإيمان، عيش بحسب شو بده أراب يسوع المسيح، ليس بحسب أنا شو بقدر وشو مستحق، لكن بحسب شو يسوع بيقدر وشو يسوع بيستحق. أمين؟ بحسب شو يسوع بيقدر وشو يسوع بيستحق. أنا وياك صرنا عايشين بهذه النعمة ونتمتع في هذه النعمة مجدا. وهذه النعمة تعلمنا أن نعيش بالقداسة والبر، تعلمنا أن نعيش. كل ما فاضت النعمة يا أحبائي، كل ما تعلمنا أكثر أن لا نريد أن نحزن الروح القدس. وكل ما أنت اكتشفت هذه النعمة، كل ما اكتشفت أنك بالحقيقة تتقدس بهذه النعمة. هاللويا. لأنه إنجيل الأعمال وإنجيل الدينونة وإنجيل الذي يأتي عليك لكي يقول لك أنت الآن عندك بر ذاتي،
إذن أنت مش محتاج لنعمة يسوع. فيك تعيش من دون النعمة؟ إطلاقا. كل ثانية نحتاج إلى هذه النعمة. تعلمنا عن هدول الرسل، تعلمنا عن معظم هدول الرسل، أراب استخدم معظمهم وتحدث إلى معظمهم وحول حياة معظم وكلياتهم بالحقيقة ما عدا واحد ابن الهلاك اللي أنا اليوم بدي أكمل أحكي عنه. بدي أحكي عن نقطة واحد اليوم، لكن بالنقطة الواحدة في ثلاث نقاط، وبقلب كل نقطة من هالثلاث نقاط في شيء ثلاث نقاط. كلهم قالوا هاليلويا، نقطة واحدة اليوم هاليلويا، صار نكزو نقطة نقطة. مجدا شربيل، شو بدي أعمل اليوم؟ لازم شغله شيء لشربيل. تطلع لحالة حبيبي. بتطلع لا طيب خليك مركز معي شربيل، خليك مجدا. استقرأ معي الآن يا أحبائي عن هذا الرجل الذي يدعى يهوذا. حكينا عن يهوذا الإسخريوطي، وقلت لكم بالحقيقة هذا التلميذ اللي دعاه الرب، الرائع بالرب أنه الرب أحب يهوذا، الرائع بالرب أنه الرب أعطى فرصة لشخص مثل يهوذا. لكن المشكلة بيهوذا أن يهوذا أحب العالم أكثر من الرب، المشكلة بيهوذا أنه أحب المال أكثر من الرب، المشكلة بيهوذا بأنه بالحقيقة كان يعتقد بأنه يفهم أكثر من الرب. وبتقول هاليلويا أنا هدول الثلاثة مش موجودين بحياتي. هلأ رح منشوف، لأنه أنا استحدثت بالأيام الماضية، تحدثت عن كيف أنه معظمنا بيعتقد بعض الأحيان بأنه هو هيك، لكن بعد فترة لما بتجي كلمة الله لحياته بيكتشف أنه هو عكس. هو شو عم بقول؟ الكتاب يا أحبائي يقول بأن القلب نجيس من يعرفه. أنا وياك حتى بتقول لا أنا بعرف حالي، طلع فيه شو بدلك لين، أنت حتى ما بتعرف حالك. في مرة واحد إجا قال لي هالكلمات، قال لي أسيس أنا بعرف حالي، أنا بعرف حالي. هل أنا لو 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 بتجي هلأ قدامي هيك، أنا بقلك إن عم نحكي عن موضوع ما، قال لي أنا هلأ إذا بتجي قدامي، بهذاك الوقت كنا عم نحكي عن بريجيت باردو، يعني هلأ ماتت يمكن ما بعد عايشة، بتجي قدامي هلأ مين هلأ في شيء هيك؟ مين؟ يا أولاد الأفا. إنه شيء منيح يعني هاي فوهب. إنه إذا بتيجي واحدة قدامي، يعني السؤال كان إذا بتيجي واحدة قدامي يعني بتهيك بتتعرق قدامي بقول لها ابعد عني يا شيطان، هيك قال. أنا بعرف حالي، بعرف حالي. لا ما في جمعتين يا أحبة إجت واحدة بالمرة وما عملت شيء بالحقيقة. اللي صار انك انت ما بتعرف حالك، انت بالحقيقة رح تكتشف حالك بعض الأحيان، تكتشف انه منين اجت هيدي، كيف طلعت هيدي. ليه؟ الكتاب يقول القلب نجيس من يعرفه، من يعرفه؟ قلب الإنسان، قلب الإنسان مين بيعرف شو في قدامك، شو في داخلك، مين بيعرف؟ تعرف كيف يا أحبائي؟ بتعرف معظم الأحيان الله يسمح بالتجربة مش حتى لي يعرف شو في بقلبك، لأن هو إذا بده بيعرف، حتى لي أنت تعرف شو في بقلبك. فرجيك شفت، يلا عنا شغل كتير نعمله، في أشياء كتير حابين نعملها. الآن لاحظ يا أحبائي، الكتاب يقول أيضا بعبرانيين الأصحاح الرابع، قال لأن كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وقادرة أن تميز أفكار القلب ونياته. إذن أنا وأنت الطريقة الوحيدة أنه نقدر نعرف شو فيه بقلبنا هي بأنه نفتح المراية اللي هي كلمة الله. لما بتفتح المراية اللي هي كلمة الله رح تكتشف شو فيه داخلك. فجأة هذا الكتاب بالحقيقة مش رح تقرأ، بالحقيقة هو لح يقراك بالحقيقة. فجأة رح بتصير في بعض، في شي مرة كنت عم تقرأ الكتاب المقدس وجيت انت بدك تقطع عن مقطع، لكن في شي عم بيقلك لا اقرأ هون، اقرأ هون،
ارجع ارجع ارجع. وبتلاقي في اي عم تقريها مش عم تقدر تكمل، لا بقول لك اقراها هون، بعدك اقراها هون اقراها هون. طب شو في بهذه الايه؟ اقراها هون الان رح تكتشف، رح بتشوف بالحقيقه شو في بهذه الايه. ومعظم الاحيان الله يتعامل معنا يا احبائي بسبب الكلمه، هذه الكلمه اللي بين يديك دفع ثمنها الغالي جدا من انه انا وياك توصلنا هذه الكلمه. هذه الكلمه اللي بين يديك الان هي ممسوحه من قبل الرب، قادره على التعليم والتوبيخ وتقويم الانسان. بيقول ب2 تيموثاوس 3:16 قال وقادره ان تجهز انسان الله لكي يكون جاهز لكل عمل صالح. هذه هي الكلمه، قال هي كل الكتاب موحى له من قبل الرب. والله اليوم يريد أن يستخدم هذه الكلمات في حياتك، لأنها كلمات بالحقيقة فيها حياة لكي تغير، فيها حياة لكي تزيل الموت اللي داخلي وداخلك، لكي تكشف لألك ولا ألك شو في جواتك. أحبائي المشكلة بيهوذا إنه لم يكن يثق بكلمة يسوع، كان يثق بكلامه هو. تخيل معي الآن أن يسوع في العشاء السري، أو خلينا نقول في آخر عشاء، عم بيقعد هو تلميذه وعم بيقول لهم في واحد منكم راح بيسلمني. تخيل يهوذا يعني ما كان حتى أخذ كلام يسوع بعين الاعتبار. ملك المجد عم بيحكي معه وفجأة قال الذي سوف، يعني أنا بتخيل سمع شو حكي يسوع، ما هو كان يتحدى. قال هذا اللي بده يغط لقمته بصحنة من وراي هذا راح بيكون عم بيسلمني. قال وقال هذا لكي يتم شو قال الكتاب المقدس الذي أكل من صفحتي رفع علي عقبه. الآن الوضع يسوع يده في الصحن وغمس عم يأكل وقال يهوذا حط إيده بصحن يسوع. أنا بتخيل هل هو سمع أو لم يسمع، أو سمع ولكن استخف بما قد سمع. وأنا وأنت اليوم، لأنه الكتاب يقول بأنه كان قاعد حده، يعني تيكون قاعد عم بيأكل من الصحن تبعه. ما بيقدر واحد يكون قاعد على الطاولة واحد من 12 واحد، واحد يكون قاعد بآخر الطاولة ويقدر يمد إيده على صحن يسوع، مفروض يكون قاعد حده. نا يسوع عم بيقول له تلميذ أنا يا رب رح سلمه. قال له لا هذا اللي بقاعد حدي كانوا بعد شوية هذا اللي رح يغمس من صحني يا يهوذا. اسمع هذا رح هو اللي رح قال ويهوذا شيل وغمس. نا شو بيعني هذا الموضوع يا أحبائي؟ المشكلة بيهوذا أنه لا يعير كلمات الله أي اهتمام. احذر إذ أنت شخص تستخف بهكذا قال الرب. احذر إذا أنت شخص بالحقيقة ما في مكان لكلمة الله بحياتك. احذر إذا أنت شخص في ناس بتفخر وصار لي أنا شي سنتين مش قاري الإنجيل. احذر 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 إذا أنت مش عاطي فرصة لكلمة الله بحياتك، مش عم تعطيها مكان الأولى في قلبك وفي حياتك. احذر لربما ينتهي بك كما انتهى يهوذا، ويوصل فترة يا أحبائي. بتعرفوا شو مشكلة الخطية؟ مشكلة الخطية إنه ما بتبعدك عن الرب. اسمعني شو بدي أقول لك لين. مشكلة الخطية بأنك أنت بالحقيقة رح بصير قلبك قاسي لدرجة إنك مش رح تقدر تصدق الرب. تقسي القلب الخطية. قال بلكي هذه الخطية تقسي قلوبهم، ما بقى يقدر يسمع شو الله بدي يقول، أو حتى لما بيسمع الله شو بيقول منمل. تسمع كلمة الله كانت أول إيمانها تاخد كلمة الله بجدية، لكن بعد فترة صارت تسمع شو الله عم بيقول أمين هاليلويا، صارت إنجيلية، صارت تعرف الكلمات اللي لازم تنقال يعني، بس بالحقيقة ما عم تاخد هذه الكلمة بجدية بأنه هذه الكلمة لألي وجاي على حياتي اليوم. قال الكتاب إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. تعرف هذه الكلمات ما كانت عم تنحكى لناس خطاط، كانت عم تنحكى لناس مؤمنين، تنحكى لكنائس. اليوم إذا أنت سمعت صوته، كان بولس عم يكتبها لناس مؤمنين، صحيح؟ إيه ولا لا يا أحبة؟ طلب لحدك الآن قال له إذا سمعت صوته لا تقسي قلبك.
اليوم أنا أصلي أحبائي أن بسبب كلمة الله تكون كالمطرقة تحطم كل صخر موجود في قلوبنا باسم المسيح يسوع، تكون هذه الكلمة كالنار المحرقة تشعل كل أشواك من هذا العالم باسم المسيح، لكي لا يتحول قلبنا إلى قلب مخادع كقلب يهوذا. إنك بعد فترة تكون قاعد على طاولة الملك، أنا وياك كنا منترجى نكون محل يهوذا. يهوذا كان هنيك لكنه لم يتمتع، يهوذا دعية لكنه لم يقبل الدعوة، يهوذا انحب انعطى مكينة بين الرسل. لا بل بالحقيقة يعني عادة بكل جمعية بجيسوس كرايست مينستريز بهذاك الوقت كان في أمين سر وأمين صندوق ونائب رئيسه، ما هيك؟ كان بخدمة الرب يسوع بهذاك الوقت الأسيس يسوع، كان في أمين سر وأمين صندوق وفي أشخاص. وعادة يعني كيف تعرف إنه في أمين سر وأمين صندوق؟ إندراوس كان أمين سر لأنه كان كل الأشياء تروح لعند إندراوس بالحقيقة. عادة بطرس كان اللي بيحكي دغري، يعني هذا النيبر وبتعرف شو؟ واحد من أهم المكنات الموجودة بأي جمعية إنه يكون في أمين صندوق. لاحظ إنه يهوذا كان واحد من الأهم، واحد بال 12 يا أحبة. لاحظوا إنه يسوع لما بعت 2 على الضيع ليبشروا ويشفوا المرضى كانوا بعت 72. تقرين كتاب أدس ولا مش كلهم شو 72؟ حدا منتبه انه بعت 72 واحد؟ نعم. لاحظ بمعنى اخر كان في 72، يعني اليوم نحن بنقول في 12 وفي 144، يعني لكل واحد عنده 12. نحن هون بالكنيسة ما هيك بالمجموعات بكنيسة حي الفياضة، مجموعات ال 12، مجموعات الرسل الخدام، ما هيك؟ لاحظ كان في 12، كان في الأسيس يسوع عنده 12، وهدول 12 كان في 72، وبعدين بيقول لك كان في 120، وبعدين بيقول لك كان في 500. صح؟ بس كيف كانت تتقسم؟ لما كانوا بالعلية كم واحد كانوا؟ نعم؟ اللي بعتهم يسوع ليشفوا المرضى وعلى الضيع كم واحد كانوا؟ الرسل كم واحد كان؟ صحيح؟ لاحظ يهوذا لم يكن من 500 ولم يكن من 120 ولم يكن من 72 ولم يكن حيلا واحد من 12، إنما كان من أقرب المقربين لدرجة أنه كان يتحدوا على العشاء. لكن يا أحبائي لم يكن يعير يسوع أي اهتمام. ممكن أنك تكون كتير قريب من يسوع، اسمعني لك، لكن بعيد كتير عن يسوع بنفس الوقت. أنك تسمع كلامه لكن لا تصغي. قال لهم أذان لكن لا يسمعون، عينان لكن لا تبصر. وأشخاص كثيرة قربت كتير، وصلت لأماكن وقال يه رحنا لهنيك خي، شو في هنيك؟ رحنا شو بكم بدالكم تقولوا لي؟ طلع على اللقاء، طلعنا خي على اللقاء، شو في باللقاء؟ إلى اللقاء، ما في شيء. المشكلة شو هذا؟ المشكلة باللقاء؟ لا مش المشكلة باللقاء، مشكلة بلكي بيسوع ما بيحبني. لا المشكلة مش المشكلة يسوع، يسوع بحبك كتير. بعدك عم تسأل إذا يسوع بحبك؟ مثل بتعرفوا شو بضحكوني أنا ما بعرف، واحد بيكون بقلب معركة عرفتني؟ وحاضرين هيك أفلام حرب وبيكون يلعب بحارج وفجأة واحد بكب إمبلي على المجموعة، بتجي الإملة جرناد، بتجي الإملة يدوية بالنص، وواحد بيطلع هيك بنط بيفديهم كلهم هيك بنط على الإملة حتى ما تنفجر ويموتوا كلهم. حاضرين هيك شيء عادة بالأفلام؟ هذا حاضر هيك شيء؟ شو بكم لو معه؟ تنجرب بشربل كيف؟ الآن تخيلوا
انه هذا من بعد ما ينط هيك تنقول عم بفرفر بعده عم بفرفر ما مات. كيف يروح واحد يلقطه هيك بتحبني؟ بتعرف شو بدي اقول؟ انا محله بشيل فرد بقوسه. لا ما بحبها ما بطيقها. يعني شو هالسؤال؟ انت بعدك عم تسأل اذا يسوع بحبك ايه ولا لا؟ اللي علق على خشبة من اجلك مكاني ومكانك عم تسأله اذا بحبك ايه ولا لا؟ اللي دفع ثمن خطيتك عار صلب اهانات نتف لحي خبيط جلد ضرب بالعصي بصق عري عطش جوع قلق موت وتسأله أتحبني يا رب؟ الرب يحبك بكل تأكيد. السؤال مش هيك، السؤال هل أنت تحبه؟ ولاحظ من بعد ما أن بطرس نكر يسوع كان مفروض بطرس يسأله ليسوع يسوع أتحبني بعدك؟ لكن الرائع بالموضوع أنه سمع يسوع عم بيسأل بطرس، بطرس أنت بتحبني؟ أنت بتحبني؟ لما نبقى بنحكي أكثر عن بطرس لما بيجي وقته. لكن الآن هذا اليهوذا، لاحظوا شو بيقول الكتاب المقدس، بيقول بلوقا الإصحاح 22، راح فرجيكم بعض الآيات وراح أحكيكم فكرة هامة جدا الآن، وأنا بعرف أنه في كثير أشخاص الرب راح يكلمهم اليوم بقوة. على صح 22 تقرأ هذه الكلمات من لوقا، قال واقترب عيد الفطير المعروف بالفصح، وما زال رؤساء الكهنة والكتبة يسعون كي يقتلوا يسوع لأنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالأسخريوطي وهو في عداد الاثني عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقوات حرس الهيكل كي يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه بعض المال، فرضى وأخذ يتحين فرصة ليسلمه إليهم بعيدا عن الجمع. بعيدا عن الجمع، استقرأ كيف بيصف لنا إياها بمرقس، مرقس الإصحاح 14، لاحظ شو مشكلته يهوذا. مشكلة يهوذا أنه بالحقيقة ما بقى في شيء عم بياخده من يسوع، قال لك بلكي بستفيد منه بأي طريقة اللي كانت ببيعه. في مين يدفع وأنا ببيع؟ قال صح 14 من مرقس، تقرأ هذه الكلمات، بالآية 10 قال ثم ذهب يهوذا الإسخريوطي أحد الاثني عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلم يسوع إليهم. عم بقرأ لك لأوصل لك لنتيجة، بس ركز معي. فلما سمعوا بذلك فرحوا ووعدوه أن يعطوه مالا، فأخذ يتحين تسليمه في فرصة مناسبة. وإذا بتقرأ بمتى لاحظ متى 26 والآية 14، راح بتشوف الآن في اختلاف برواية متى. لاحظ، قال عندئذ ذهب واحد من الاثني عشر وهو المدعو يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة، لاحظ، وقال كم تعطوني لأسلمه إليكم؟ فوزنوا له 30 قطعة من الفضة، ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يتحين الفرصة لتسليمه. يا أحبائي، أمين صندوق عم بيسرق من صندوق الرب؟ أمين صندوق
كان زعلان انه في حدا عم بيعبد يسوع، عم بيسكب العطر على اجرين يسوع، على كان لازم ينباع لانحط بالصندوق لانا اسرقهم. لا، بدي اسالكم سؤال الان. تعتقدوا، لا اذا ما سمعت شيء قلته اسمع هلا شو بدي لك، تعتقدوا انه الرسل كانوا منتبهين على يهوذا؟ لو كانوا منتبهين كانوا عرفوا انه هو بده يسلمه، صح؟ بمعنى اخر، كل الرسل كانوا يعتقدوا انه يهوذا شو هالاخ الطيب. وبعدين كبر كتير بعيونهم لما قال لهم يا جماعه حرام هذا العطر، لازم نعطي الفقراء. رح فرجيكم ايه تدهشكم. هللويا. بيوحنا على صح 18 تقرا قلت 18 لصح 13 قال بالصح 13 من يوحنا، انجيل يوحنا، ولما قال الآية 21 ولما قال يسوع هذا اضطربت نفسه وأعلن قائلا الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سلمني. فتبادل التلاميذ نظرات الحيرة وهم لا يدرون من هو الذي، وسأله من هو يا سيد، فأجاب يسوع هو الذي أعطيه اللقمة الذي أغمسها ثم غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن سمعان الإسخريوطي. وبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع، لاحظ، اسرع فيما نويت أن تعمله. نيح؟ نعم. لاحظ الآن بديك تشوف هذا الموضوع الآن. أراب قاعد، يوحنا مثل عادته نايم لأنه أصغر واحد فيهم عمره شي 15 سنة، نايم على حرج يسوع، عم يتدلل يوحنا. وفجأة يسوع اضطرب وقال لهم هالكلمات. بطرس غمزوا ليوحنا بعيد قال له لك شفنا مين، واطلع كون أنا كارثة هلا. الرب حكي ليوحنا، يعني يوحنا عرف، بطرس عرف، أكيد اللي حد بطرس عرفه اللي حد يوحنا عرفه، يعني أنا بامن أكيد أكثر من نص التلاميذ شافوا يهوذا، والأكثر من هيك سمعوا يسوع عم بيقول ليهوذا روح عمول شو اللي أنت خططت تعمله. قال الآية 28 ولم يفهم أحد من المتكئين لماذا قال له ذلك. خشات لميزو. لاحظوا مش بس هيك، شوفوا شو رائعين هالتلاميذ. قال بل ظن بعضهم أنه يأمره أن يشتري ما يحتاجون إليه في العيد أو أن يعطي الفقراء بعض المال لأنه كان أمينا للصندوق. لاحظوا شو هذا المحبة، المحبة لا تظن السوء يا أحبائي، رغم أنه واضحة مثل عين الشمس. أنا بدي أسألك سؤال الآن، كيف أنت تتعامل مع يهوذا؟ في ناس بيلموك بيقول هذا الأسيس ما بيفهم بلا مخ، لو بيعرفوا لفلان مثل ما نحن بنعرفه كان ما بيتعاطى معه. لا، المشكلة بتعرف شو؟ إنك أنت ما فيك محبة الرب يسوع بعد، لأنه الله يحب كل الناس ويعطي فرصة لكل الناس. وبتعرف شو يا أحبائي؟ طلب لحدك اللي انت مش احسن، اللي بالحقيقه بتعرف شو انت احسن مني بكتير على فكره، اللي انا بدي الستره انت كنكزه هيك، اللي ليك انت احسن مني. بس فكرت فيها انه سمعوا يسوع عم بيقول هذا اللي بده يسلمني. ها، سمعوا يسوع عم بيقول له يهوذا روح عمول سلمني، بمعنى شافوه عم بياكل اللقمه، بعدين شافوه حمل حاله وراح قال يقبرني يهوذا رايح يعطي الفقر. يا عمي هل يهوذا بيشتغل 24 على 24؟ يا عمي هل يهوذا بتعرف شو قسيس يسوع لازم تزيد له معاشه.
لازم لازم نباركه ليهوذا بشي حرام. يهوذا مش معه شو بيشتغل هاليهوذا. ناي احبائي اسمعوني جيدا، هل هذا يعني بانه كانوا التلاميذ اغبياء اطلاقا، لكن كانوا يتمتعون بغطاء حب الرب يسوع؟ كانوا يتمتعون لدرجة أنه لما شافوا يهوذا جاي وعم بيسلموا، الكتاب يقول، وآخر مقطع يتحدث عن يهوذا يتحدث بيوحنا 18، الكتاب يقول لما أجوا سألوه من تريد فقال لهم أنا هو، قال يهوذا وقع هو والناس اللي جايبينهم. في ناس بتسأل أوقات ليش الناس لما بتقرب لقدامي بتوقع بعض الأحيان، بهداك الوقت يسوع ما حكي معهم، قال لهم بس أنا هو، قال وقعوا. مثلا الفعادة وسألوه، سألوا من تريدون فقالوا يسوع الناصر، فقال لهم أنا هو. قال والأبشع بعد من هيك، الطريقة اللي سلم يهوذا يسوع. يا أحبائي، يهوذا عايش مع يسوع أكثر من 3.5 سنين، أكل انصحنه، عايش ببيته، عايش معه كل الوقت، علموا دربوا كبروا عطاء قيمة، وصار عنده شهرة أنه هذا من 12، صار عنده معارف أكثر لأن هذا من 12، وصلوا لأماكن ما لأنه هذا من 12، لأنه يسوع صار وين ما تتذكروا قبل بأسبوع أنه لما يسوع فات على أورشليم فات بموكب، ما هيك؟ سيارات 600 عم بحكي جد، يعني لو هلأ بهالوقت كان هيك بتكون، جابوا له حمار مجنط 4 أبويتات أسود ميتاليك، يعني فيه اير كونديشن. لا عم بحكي مزبوط. بهداك الوقت يا أحبائي الحمار كان رمز للملك، الملك كان يمتطي حمار بيطلع الحمار، واستقرأ بكل العهد القديم هذه عادة للأنبياء والملوك أنه يكونوا عم يدخلوا أي مكان يدخلوا على حمار. لا بمعنى آخر الكتاب يقول صار الناس تكبلوا تيابهم، بمعنى آخر لو المسيح ترشح عن نيابة بهذاك الوقت كانوا انتخبوا، مزبوط؟ مزبوط ولا لا؟ ليه عم طلعوا فيه؟ كل الناس صارت تعرف يسوع، ولما صاروا يعرفوا يسوع بتعرف مين كان في حول يسوع بهداك الوقت؟ الاثناش. عم تخيل يا هو زماشي عم بوزع الكارت تبعه، حكيني إذا بدك شيء. أنا بعرفه، أمين الصندوق على فكرة، كاتب تحت سيلز مانجر، شو كي؟ تريجرر، جوداس دي إسكاريوت، جيسوس كرايست مينستريز. هذا الكارت تبعه كان تريجرر. لاحظوا عمل منه شيء ما يسوع. ولاحظوا كيف باعه الذهب وقبله. انا بتخيل طب ما كان في يعمل حياة طريقة تانية، انه يلي هذا الخداع بانه ان يخدعك بحب، ان يخدعك بلطف. يهوذا يا احبائي عنده شيء اسمه قناع، يبدو بانه هو شخص محب جدا. يعني انا كنت لو ما يهوذا شافوه تلاميذ كانوا كل التلاميذ رح بيقولوا ظلموا يسوع على يهوذا. لو ما شافوه تلاميذ ليهوذا جاي ليسلموا كانوا كلهم عم بيقولوا شو هالقسيس يسوع القلب قاسي، ليه هيك ما بحب؟ مش معقول، كيف عمل هيك بيهوذا؟ حرام يهوذا، هو جاي يبوسه. انه ولو جاي يبوسك الزلمه، جاي يصالحك قسيس يسوع، وانت بتقول له ابي قبله تسلم ابن الانسان. ماذا يعني يا أحبائي؟ لربما بعض الأحيان أنت الذي تراه
لربما تفهمه بغير أسلوب، لكن الآن أنا أصلي بأنه الرب يعطي كل واحد في هذه القاعة تمييز، بأنه الثقة تكون بأن كل ما يفعله الله فقط صالح. أنك تثق بالغطاء، تثق بنت وين، تثق بأن القرارات اللي ممكن تتاخذ من الأسيس يسوع قرارات 100% صح، رغم أنك أنت مش شايف ومش فاهم، وبعض الأحيان عندك غير رأي، وبعض الأحيان مش بس عندك غير رأي، رأيك بالحقيقة يناقض رأي الأسيس يسوع، أنه حرام يا هو إذا جاي يبوسوا له كون عم بيخبروا مثلا، لو ما شافوا القصة بعدين وعرفوا كل شيء ما عم بيخبروا، إجا يا هو إذا خي نالوا كانوا تخانقوا، صار في سوء تفاهم بيناتهم على العشاء، عرفت كيف؟ بعدين شفنا يا هو إذا فل، نحن قلنا راح، يعني كون واحد عم بيخبر قلنا راح، نحن يا هو إذا هدو بيروح بسارسروا، رحنا قلنا راح هذا يعطي حرام الفقراء لأنه كان أمين الصندوق، بعد شوي شفناه عشية جاي إجا لعند يسوع وباسه وسائبت بغري، إجوا الجنود لقطوا يسوع. هذه ما كانت ممكن تكون قصة؟ كان ممكن تكون قصة، لكن يسوع يا أحبائي ممكن أن تخدع كل الناس، لكن لا تستطيع أن تخدع الروح القدس. اسمعني شو بقول لك الآن يا أحبائي، تتذكروا أول حادثة في الكتاب المقدس في العهد الجديد؟ كان في ناس عم بيحاولوا يكونوا مثل يهوذا، بهذاك الوقت الله لم يرحم، كان اسمهم حنانيا وسفيرة، كابل مزوجين باعوا شقفة أرض، قال لك منضب المصريات من قلهم نعطيناهم نحن شافوا الناس كلها عم بتبيع أراضي وتعطي الرسل حتى يخدموا الرب، قالوا راحوا بيعوا الأرض تبعهم وقالوا خدوا أي حقها. وفجأة بطرس قال لماذا تخدعون الروح القدس؟ أنتم لا تكذبون على البشر، أنتم تكذبون على الروح القدس. قال ووقعوا اثنيناتهم موتى. هذا عهد جديد. ليه؟ لأنه من بعد يهوذا الرب ما بقى يتحمل هيك شيء، وخاصة في بناء كنيسة. فجأة بتلاقي شيء ما سيف. ليه؟ الله لا يتحمل أشخاص تلبس قناع تيجي بتبوسك بس تبرم تحط خنجر ظهرك. ما أنا أسيس يسوع هذا هو. بعدين بيعد ناقصين 10 سنة. لكن المشكلة إنه يهوذا ما حبه ليسوع، يهوذا حب المال أكثر من يسوع، يهوذا حب المناصب أكثر من يسوع، يهوذا حب الأجندة تبعيته أكثر من يسوع، يهوذا أراد أن يفعل كل شيء من أجله هو، كان أناني يبحث عن مصلحتي وأكثر من أي مصلحة أخرى. خلينا نقف الآن مع بعض في محضر الرب. ويهوذا بالآخر اعتقد بأنه خدع يسوع. تعرفوا شو اللي قتل يهوذا يا أحبائي بالآخر؟ تعرفوا شو اللي قتل يهوذا؟ قتل يهوذا أنه مسايس. أرب حب رجل مسايس، لكن هذا الرجل لم يحبه. أبي أسألكم سؤال، ليش يهوذا راح انتحر طالما قبض حق يسوع وكان راضي وكل شيء تمام؟ أنا راح لكم ليش هلا. لأنه يهوذا لم يكن يعلم بأنه رجال الدين بدون يقتلوا يسوع. تعرف شو كان عم بقول؟ قال لك ما هيدول بالنتيجة بيحكموه، شو بيطلع بالموضوع؟ بروح أنا بقول للرسل، عرفتوا كيف؟ إنه أنا كنت عم حاول زبط له الوضع، إن عنده مشكلة أنا رحت قلت بعمل له طريقة لزبط له وضعه، وبعدين بس يمشي الحال ينحبس يسوع أو يصير أي شيء
نعمل انتخابات أنا بترشح. فهمتوني كيف؟ بقعد محل يسوع. لكن فجأة اكتشف بالحقيقة بأنه اللعبة تبعيته لم تكن مثل ما هو يتصور، أنه الموضوع مش بإيده. شخص اللي بيعتقد أنه لاقت كل المسائل، فاهم كل الأمور، يوم من الأيام رح يفلت منك شيء ما ويضيع كل الأشياء اللي أنت بنيتها. فجأة بتشوف كل شيء انهار أمام عينيك وأنت مش قادر تفعل أي شيء الآن. مش هيك أنا بقول لك، حط أساسات صح بحياتك أفضل من أنك تبني سنين عديدة سدى. حط أساسات صح، حط أساسات صح، أحسن ما سنين عديدة تضيع وأنت مش عارف ليش عم بتضيع هالسنين. بعدين تلوم الله، الرب يقول لك لا، بالحقيقة أساساتك كان فيها مشكلة، كان عندك أساس خاطئ. لأن ارفع يديك يا رب، لأن نجيني من هكذا أساسات. يا رب أنا أعلن نعمتك علينا جميعا. قال يا رب الآن ارحمني من المسايسة، ارحمني من الخداع، من الكذب، من التملق، من السرقة. ارحمني انه بعض الاحيان يا رب انا خدعتك لألك، كذبت على الروح القدس. ارحمني. اذا انت بهذه القاعة الان وبتعرف، كل واحد بيعرف قلبه يا احبائي، بينك ما بين الرب، قال يا رب ارحمني، طهرني من خطاياي الان. يا رب انا بعترف اني خاطئ، لكن بنفس الوقت في بقلبي نجاسة، في بقلبي امور غريبة يا سيد عم تبين. ارحمني منها، ارحمني من الكبرياء، من العجرفة، من حب الظهور. ارحمني يا رب من مشروعي الخاص اللي عامله لحياتي. ارحمني، ارحمني يا رب من حب المال. ارحمني انه بسبب حب المال في ناس بسبب اشغالهم باعوا يسوع. اتهمنا كلياتنا انه يهوذا باعوا ب30 بالفضة، في منا رخصوا اكتر بكتير من هيك. في اشخاص باعوا يسوع بمسلسل على التلفزيون ارخص كان من 30 من الفضة. في اشخاص باعوا يسوع باكله. عيسو باع الله بصحن عدس، بصحن مجدرة. انت قديش بتبيعه اليوم؟ قل يا رب ارحمني، انت غالي، انت قبل اي شيء اخر يا رب بحياتي. وبعض الاحيان تعلمت تقول الاشياء الحلوه، تعلمت تقول الاشياء الجيده، انه ايه، ما نعطي الفقراء، ما نخدم الرب. عملت لك صوره غير حقيقيه، لابس قناع، كل الناس شايفين هذا القناع، شايفينك انه ليك شو انسان صالح، شو انسان عظيم، لكن انت في الداخل كيف تهرب من نفسك يا يهوذا؟ فيك تهرب من كثير ناس، لكن كيف تهرب من نفسك؟ وبتلاقي النهار اللي ببلش تنفضح. وعادة يا أحبائي الله حنون لدرجة أنه لا يفضحك. تعرف شو يا أحبة؟ نازفة الدم انفضحت بهذيك الوقت، لكن لم تفضح لكي تصبح هناك فضيحة بأنه في امرأة وسط الجموع ونازفة الدم، يعني نجسة. لكن انفضحت من أجل أن تشفى. وبعض الأحيان اسمعني جيدا، الرب بعض الأحيان يسمح بأنك تفضح، لا لكي يحطمك، بل لكي يبدأ معك عهد جديد ويشفيك. هاليلويا. قال يا رب افضح كل اللي في كياني اليوم، طلعوا لبرا، طلع هذا الوسخ مني يا سيد. زهقت انه عيش بقناع، زهقت اني عيش يا رب مخادع، زهقت اني عيش ملتوي، زهقت اني عيش ممثل، زهقت انه عيش يا رب نص قلبي لألك، زهقت انه عيش انه عامل حالي عم بخدمك، زهقت يا رب انه اكون مدعو من رسلك. لكني يا سيد ابغي شيء اخر، انا لا ابغي شيء سواك يا رب. قل له هيك، انت نصيبي يا احب كل الكل. وراح بنهي هون الان، اسمعني شو بقول لك. كل الاصباط ال 12 كان عندها نصيب بالارض ما عدا اللاويين اللي هن الخدام، اللي أنا بعتبر اليوم نحن كلياتنا كهنة، اللي هن كهنة. ما هيك الكتاب يقول بأنك أنت كاهن وملك. طلب حدك اللي أنت كاهن وملك، اللي شو بدك باللي لابسه هلأ؟ يمكن مش لابس مثل كأنك، بس أنا كاهن وملك. اللي هيك أمين.
لا اسمعني، الكتاب بيقول الآن قال وجعلنك ملوك وكهنة. أمين أمين. لا جعلك ملك وكاهن. الآن اسمع جيدا، تعرف شو كان نصيب الملوك شو كان نصيب الكهنة بهذيك الوقت؟ قال ما عدا اللاويين ما كان عندهم نصيب بالأرض، قال لأنه اللاويين نصيبهم هو الرب. قال اتقسمت الأرض لكل الأسباط ما عدا اللاويين، ما طلع لهم شيء. اجوا اللاويين وين نحن؟ قال لا انتم نصيبكم هو الرب. عشان هيك قال كل ما كان يقدم للرب كان يقدم للاويين، ياكلون من الهيكل يشبعون من خادم الهيكل، من الهيكل ياكل كما الان خادم الانجيل من الانجيل ياكل. ليه؟ لانه نصيبه هو الرب. ارفع يديك لين يا رب، انت نصيبي اليوم. هللويا. نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قال من لي سواه في السماء ومعه أيضا لا أريد شيئا فهو كفاياتي وكنزي بل يزيد. نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، من أجله ألقيت بري على تراب الأودية وهو يكون تبرا لي قسمتي الغالية. نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي. نعم الآن اللي رب شيل مني كل أجندة مش منك، كل رغبات مش منك. قريبا جدا راح أعلم عن الرغبات يا أحبائي. الآن شيل له يا رب، شيل كل رغبات مش منك، كل طموحات مش منك يا سيد. الآن أنا ما عم دور على لقب، ما عم دور على مركز، ما عم دور على خدمة، ما عم دور على شيء. يا رب أنا كل ما أريده أن أتبعك، أن أكون في محضرك، أن أفعل ما أنت تريد يا سيد، أنا أكون تحت الغطاء اللي وضعتني فيه يا سيد، أنا أكون في ملء مشيئتك يا رب يسوع. لك كل المجد، لأنك أنت تزيد في حياتي وأنا أنقص. الآن خذ إيدي الشخص اللي حدك، الآن خلينا نصلي مع بعض. اسأله، كل واحد يسأل الشخص اللي حدك بدي، كل واحد كل واحد دون استثناء. الآن اسأله، قل له أنت الآن بتحب الرب يسوع، اسأله. قل له الآن أنت متأكد أن عندك حياة أبدية، اسأله اسأله اسأله. بدل الخدام الآن، إذا أنت مش متأكد ومحتاج لصلاة ارفع إيدك، حدا من الخدام رح يجي يصلي لك هلا. خلي إيدك مرفوعة للأشخاص المحتاجين صلاة، في حدا هنيك في حدا هون، خلي إيدك مرفوعة. ارفع يدك، في حدا رح يروح يصلي لك هلا من خدام الكنيسة، خلي إيدك مرفوعة بليز. في هون حدا، خلي إيدك خدام، خلينا نتحرك لو سمحتوا بليز، خلينا نوقف هون لنشوف. في حدا ورا أيضا، في حدا ورا، في حدا هون، في حدا هون، خلينا نتحرك بليز صبايا. في حدا هون، في حدا هون، خلينا نصلي جميعا الآن. إذا أنت بتشوف في حدا حول منك رفع إيده الآن، بلش صلي له أيضا باسم المسيح يسوع. يا رب الآن نصلي لخلاصك، نصلي يا رب لنعمتك، نصلي لحضورك أن يملأ حياة كل واحد. صلي الآن من كل قلبك ومن كل قلبك. الأسبوع القادم سوف نتحدث عن الرسول بطرس ونبدأ بالحديث عن هذا الرسول العظيم، لكن الآن بلش صلي له. يا رب الآن انزع عني كل أفكار يهوذية باسم المسيح، انزع عني يا رب كل أمور لا ترضيك في حياتي باسم المسيح يسوع، باسم المسيح يسوع. هللويا هللويا هللويا. افضح افضح قلبي يا رب لكي أتطهر من كل أجندة مش منك يا سيد باسم المسيح. هللويا 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 هللويا. مجدا 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 لك يا رب. قدوس أنت، قدوس أنت يا سيد، أحبك لأنك تعمل بقلبي الآن يا رب. هللويا هللويا، مجدا ليسوع. خلينا نصلي مع بعض الآن من أجل لبنان، بلش صلي يا رب. الآن ارحم هذا البلد باسم المسيح،
تعال يا رب يسوع. نصلي الآن بأنك أنت تأتي بروحك القدوس. نصلي من أجل الحكومة الجاية باسم المسيح. نعلن هذه الحكومة يا رب يجي منا ناس منك باسم المسيح 100%. نشكرك يا رب لأنك أنت تشكل حكومة لبنان. أنت بتجيب نواب يا رب على ذوقك في هذا البلد باسم المسيح. أنت تنتخب يا رب في هذا البلد باسم المسيح. أنت تقيم رؤساء منك يا رب. نشكرك هذا البلد يكون منارة نتنبأ على لبنان بالحياة بالازدهار باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع إكراما ليسوع، إكراما لاسمك يا رب اللي طبع على هذا البلد. نعلن أن علمك يرفرف فوق كل جبال لبنان باسم الرب يسوع. بارك كل طوائف هذا البلد باسم المسيح يا رب. اصنع مجدك في هذا البلد. أقم 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 اسمك يا رب في هذا البلد ليتقدم ملكوتك في لبنان، ليعلن اسمك في لبنان، ليعلن خلاصك وشفائك وحريتك يا رب في لبنان. ننتهر كل أرواح تدين وعدم إيمان من هذا البلد. ننتهر كل أرواح فقر وخوف وعنف وكرهية باسم المسيح يسوع. نعلن دمك يا رب على لبنان من شماله إلى جنوبه، من جبله إلى ساحله. نعلن رايتك ترفرف فوق كل هذا البلد باسم المسيح. نشكرك يا رب لأنك تصنع نهضة في وسط شعبك. أقلنا يصبح ألفا وأصغرنا أمة قوية.